يسلم درع دوري نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال خالد احمد الى خنطير شرقاط ليذهب الدرع لاول مره. مبروك 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 للقهراء. وشايت وائل الله جول وائل سليمان هديه 29 اجواء عيد اجواء نواف جديد خطا امام المرمى وراح يحطها جول 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 اللي سجل هدف الجهراوي يلعب له كره حلوه ناحيه نواف جديد نواف جديد واحمد الشمري نواف جديد يلعبها جول حلوه احمد عبد الرحمن يلعبها نواف جديد كمل شويه هذا شيء حار في فوز فريقهم بالبطوله الدوري العام اللي اعتقد انا انتزع البطوله من فم الاسد مثل ما يقولون من انديه العاصمه اللي كانت محتكره طول المواسم. لكن الفوز هذا ما ياتي من فراغ انما من مجهود اللاعبين والجهاز الفني والاداري وعلى راسهم رئيس النادي ومجلس الاداره. و طبعا هذا مو غريب عليهم حق الاخوان في نادي الجهراوي يفضل من جهد في هذا السبيل رفع مستوى الكره الكويتيه ومستوى ناديهم. واكبر دليل على ذلك ان فوز النادي في بطوله الناشئين 19 سنه و16 سنه. فهذه القاعده هي قاعده تخدم النادي وقدر يستمر حقه في اطول موسم كروي ثلاث مواسم. طبعا اعتقد انه مجهود جبار الحقيقه واعداء جيد من قبل الجهاز الفني والمدربين ومجهود اللاعبين. فها طبعا انعكس على اداء اللاعبين داخل الملعب فكان الفريق يلعب بروح حقيقه وحماس تفتقد لاغلب الفرق اللي هي قاعده تشارك في بطوله الدوري العام. فحقيقه انا اعبر لهم عن خالص الشكر الحقيقه على هذه الزياره اليوم تفضلوها في مكتبهم وانا اعتبر محافظتهم. ومستعدين لتقديم جميع انواع الدعم اللي يطلبها نادي الجهراء في سبيل انه يكمل المسيره وان شاء الله يكون منافس قوي لبطوله كاس عبر الساحل السوء لنادي البلاد.
خصوصا بعد حصول على بطولة الدوري العام. ومرة ثانية رحب فيهم وقدمهم كل تحياتنا وتحيات اخوانهم في المحافظة، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق بعد مباراة الكاس. ان شاء الله نتلقي في جلسة ثانية ونبارك لهم مرة ثانية ان شاء الله. وشكرا. بالنيابة عن اخواني اعضاء مجلس الادارة واخواني اللاعبين والجهاز الفني المشرف على الفريق، اشكر محافظ الجهراء الشيخ علي عبد الله السالم على استقباله لنا، وهذا الشيء مو غريب على محافظ الجهراء اللي عودنا دائما انه يستقبلنا ويشجعنا وينصحنا في كثير من الامور اللي تخص الفريق وتخص النادي وتخص محافظتنا. وان شاء الله نوعد ان نترجم هذه النصائح وهذه الارشادات باذن الله الى فعل، سواء بالمجال الرياضي او مجالنا كمواطنين. انا اشكره مرة ثانية على هذا، على هذه الزيارة، على استقباله لنا، واتاحت لنا الفرصة لنزوره في المحافظة ونقدم له الشكر الجزيل على ما قام به من ارشادات ونصائح وتكريم ودعم لفريق نادي الجهرة. وشكرا طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة حنا في خلال هذه الأيام نعيش فرحة فوز فريقنا ونادينا ببطولة الدوري العام لموسم 89-90. والحقيقة أحب أن أوضح أن فوز النادي بهذه البطولة ما جاء بالشيء السهل أو بالشيء اليسير، إنما جاء بعد تضافر جهود أبناء المنطقة جميعا، وكل نجاح أعتقد له عوامل أساسية هي اللي من خلالها ينجح هذا العمل أو من خلالها يستمر هذا العمل. والإنجاز اللي حصل عليه أبناء الجهرة توفرت فيه جميع العوامل اللي ساعد على نجاحه، وبالدرجة الأولى هي وجود اللاعبين المخلصين لأبناء هذا النادي، ووجود الجهاز الفني الجيد اللي استطاع أن يظهر مواهب اللاعبين ويظهر إمكانياتهم داخل الملعب. كذلك كان هناك دور الحقيقة لمجلس الإدارة ككل بدون استثناء في توجيه ووضع الأساس لهذا الإنجاز وحصول النادي على بطولة الدوري. الحقيقة من فوزنا ببطولة الدوري وضعنا في محل، أنا ما أقدر أقول أنه صعب، لكن أنا أقول وضعنا في محل التحدي بالنسبة للسنوات القادمة أو إن شاء الله بالنسبة لبطولة الكأس القادمة. وما أعتقد أي مشجع لأبناء النادي أو أي منتسب أو حتى في الوسط الرياضي داخل الكويت يرضى أن يكون الجهرة مثل ما يقولون بس حصل على بطولة وتراجع، أو إنجازه هذا يعني جاب بمحل الصدفة أو شيء، ولا يسمح أن يمكن أي شخص أن نتراجع في الإنتاج. حنا إن شاء الله هذا الفوز وهذه البطولة عطتنا
أمل ودافع قوي أن نستمر في الإنجازات إن شاء الله، ونستمر إن شاء الله بنفس هذه الروح، والتوفيق إن شاء الله على الله. وضعنا الأساس الجيد، وعندنا لاعبين جيدين، وعندنا جهاز فني كفؤ، وإن شاء الله ما نبخل على لاعبينا بالتوجيهات اللي راح تثمر بالنهاية إن شاء الله في بطولات في المستقبل. أتمنى الحقيقة أضيف أن فوز نادي الجهرة بطولة الدوري العام، أتمنى أن يعطي الأندية دافع قوي أنها تستمر. ما في شيء صعب، العمل والإخلاص راح نتيجته ما في شك هو الفوز، ونتيجته هو النجاح بإذن الله. أتمنى أن توسع القاعدة بالنسبة للأندية، وأن ينافس غير الجهرة أندية أخرى كثيرة، وباستطاعة هذه الأندية تنافس بإذن الله في المستقبل حتى تكبر القاعدة، ولا تعتمد الكرة الكويتية على 3 أو 4 أندية فقط، إنما تعتمد على 14 نادي من خلالها راح يتطور منتخبنا وراح يوصل إلى أعلى المستويات. الحقيقة أنا شاكر جميع من ساهم معانا، وحتى ولو كان بالكلمة أو النصيحة، وخلانا وعطانا دافع أن نحقق هذا الإنجاز. كذلك أنا شاكر الإخوان في التلفزيون على اهتمامهم فينا، وهذا إن شاء الله الاهتمام وخاصة باللاعبين سيزيد من إصرارهم، وسيعطيهم الدافع اللي يخلوهم إن شاء الله يفوزون في المستقبل. سجل هدف الجهراوي، يلعب له كرة حلوة ناحية دواب جديد، دواب جديد، وأحمد يستمرين، دواب جديد يلعب الكرة حلوة، أحمد عبد الرحمن يلعب دواب جديد كرة بين المدافعين، وسجل للجهرة الهدف الثاني. قدر الجهرة يسجل الهدف الثاني. كانت الكرة ما بين لاعبين، أحمد على طول أخذ براسه لعب نواف جديد يسجل هدف الثاني. دقيقة 28 ناحية اليمين إلى عدادي وملعوبة، جول 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 نواف الجيد، جول في الدقيقة 6، في الدقيقة 6 جاء أول أهداف المباراة. ضغط متواصل ناحية اليمين، كرة ملعوبة، ونواف السيد يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من المباراة. الجهراوي يسجل أول أهداف المباراة من كرة ملعوبة من ناحية اليمين. عيد هادي سجل منه هدف بالرأس. نواف السيد يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من المباراة. هدف للجهراء في الدقيقة 6. نواف الجيد، وهذه الإعادة. حقيقة أحب أشكر تلفزيون الكويت لإتاحت هذه الفرصة، والحقيقة أحب أهني أهل الجهرة وجماهير نادي الجهرة، وحنا إن شاء الله راح نوعدهم بأكثر وأكثر، وإن شاء الله ما راح نوقف عند هذا الحد. وأشكر كل من ساندنا، والحقيقة يعني الفرحة هذه تعم كل رياضي، لأن فوزنا هذا يعني مصلحة الكويت، على أساس أنه يعني في اعتقادي أن زادت حدة التنافس بين الأندية، يعني ما صارت مقصورة على 4 أندية أو 5 أندية. فلله الحمد يعني هذا دليل أن الرياضة بالكويت تزداد تطور، وإن شاء الله أن راح يعني بالبداية يعني بالنهاية، نهاية كلامي أني أوعد جماهيرنا أن ما راح نوقف عند هذا الحد، وما أقدر أقول غير هالكلام. علي بدر مطيرين أبو رئيس نادي الجهرة. لا يسعني إلا أن أهني فريق كرة القدم بحصوله على الإنجاز الكبير، بحصوله على بطولة الدوري العام في الماراثون الكروي الذي يطبق لأول مرة في الدوري العام الكويتي. وبهذه المناسبة أشكر جميع الجماهير التي وقفت وساندت الفريق لتمكينه من الحصول على بطولة هذا الدوري. ولا يسعني إلا أن أهني جميع الفرق السنية التي أخذت البطولة كاس 16 سنة وكاس 19 سنة، اللي راح يكونون إن شاء الله نواة للفريق الأول في المستقبل القريب، مع علما أننا في هذا الموسم استعنا في 6 لاعبين من الفريق 19 أدوا دورهم كاملا في الفريق الأول، ونتمنى لهم
الاستمرار والمنافسة في كأس صاحب السمو الذي نكن له معزة خاصة، لأن سنقابل بإذن الله إذا كانوا على الوعد راح نقابل سيدي صاحب السمو أمير بلاد مفدى، وإن شاء الله بإذن الله أن نوعد الجماهير أن كإدارة وإدارة كرة وإداريين ولاعبين نوعد جماهيرنا أن راح نبذل جهد ونبذل مجهود في هذا الموسم والمواسم القادمة، بس نبي منهم التشجيع والمواظرة، والله يعطيهم العافية. وليس عنا إلا نشكر جميع وسائل الإعلام التي ساندتنا ووقفت مع الفريق وأعطته حقه كاملا، وشكرا. بداية أهني منطقة الجهراء بفوز الفريق الأول بالدرع العام دوري الدرجة الأولى، وهذا يتوج انتصارات النادي أو فرق كرة القدم تحت 16 تحت 19، وما أتى هذا النجاح إلا بتخطيط وتعاون إداري وفني ولاعبي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحقيقة في هذه المناسبة أحب أن أشكر تلفزيون الكويت على زيارة لنادي الجهراء في هذه المناسبة، وأحب أن أتكلم عن البطولة الدوري العام بالنسبة لفريق نادي الجهراء. الحقيقة أن هذه البطولة ما جاءت من باب الصدفة كما يقال أو كما يشاع، بل أتت من تخطيط مكون من طبعا الجهاز الفني، الجهاز الإداري، واللاعبين اللي لهم الجزء الأكبر في هذا الإنتاجية. أحب أن أنا أشكر اللاعبين مرة أخرى، لأن اللاعبين صراحة بيضوا وجوه منطقة الجهراء وبيض وجوه الجمهور الجهراوي اللي أحب أن أنا أشكرهم جزيل الشكر على هذه المتابعة وعلى هذا الزحف الجماهيري ومؤازرة الفريق في جميع مبارياته. بمناسبة فوز نادي الجهراء في بطولة الدوري العام، هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا كأبناء منطقة الجهراء وساكني محافظة الجهراء وبصفتي أحد أبناء النادي، طبعا فريق الجهراء فاز بأطول مسابقة أو أول فريق كويتي يفوز في بطولة الدوري العام في أقسام الثلاثة، وأول مرة منذ تأسيس النادي يحقق هذا الإنجاز. طبعا هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود اللاعبين أنفسهم وحماسهم في أداء التدريبات وسماع توجيهات المدرب وأداء المباريات في نفس الحماس، في نفس حماس التمارين، ووقوف الجهاز الفني وراء الفريق ووقوف مجلس الإدارة خلفهم. فطبعا المتابع لنادي الجهراء في السنوات الأخيرة طبعا لن يتفاجأ في هذا الإنجاز، لأن النادي أو المتابعين لهذا النادي أن القاعدة والحمد لله قوية في النادي، وتقضي الفريق الأول تقضي الفريق الأول في اللاعبين، وفريق نادي الجهراء كسر القاعدة في الكويت. طبعا المتابع لبطولة الدوري العام 4 أندية أو 5 أندية في الأول مرة يفوز هذا النادي في بطولة الدوري العام. ما في شك أن الإنجاز اللي حققه أبناء الجهراء وأبطال الدوري العام هو اعتبرناه إعجاز، ككلمة حق نقولها بحق نادي الجهراء كونهم أصبحوا أبطال للدوري العام. شيء طبيعي البرامج الرياضية بالتلفزيون الكويت
أيضا تبارك وتهنئ لنادي الجهراء هذا الإعجاز اللي حقه. وبالتالي طبعا احنا في مباراتهم الأخيرة أمام السالمية عملنا طبعا لقاءات مع بعض اللاعبين، ولكن الفرحة غمرت الجماهير وبالتالي لم نستطع أن نعمل لقاءات مع الكل، ولكن لأنهم يستحقون ذلك سعينا لهم في ناديهم نادي الجهراء في منطقة الجهراء أيضا لنعمل هذه اللقاءات والاستطلاع ونهني ونبارك ونتعرف على الأسماء. من اليمين بالأول خلفيس محمد الهام العجمي. خلفيس محمد العجمي. خلفيس فلاح محسن الشمري. سهو سهو سعد الشمري. خلفيس شنو المركز اللي تلعب فيه؟ ولا طالعين طالع الكاميرا، نبي الجمهور يعرفكم أكثر، أنتم أبطال الدوري. الله يسلمك. ألعب قلب دفاع صاغط و شيء لك يعني. خلفيس متى حسيت أنكم ستصبحون أبطال الدوري العام؟ كلمة حق، لا تقول لي والله من ثاني مباراة ولا ثالث مباراة. لا 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 أنا أقول لك صراحة يعني حسيت وأصرينا على الشيء هذا بعد صدرنا القسم الأول، لأن صرنا خلاص مطالبين إحنا نكمل المشوار على طول، ما بدون أي هزيمة، بدون أي خوف وإصرار، يعني ندش الملعب مفكرين بالفوز، حتى التعادل ما كنا مفكرين فيه. فصار الجمهور يطالبنا الإدارة، حنا نفسنا أصرنا على هالشيء هذا، والحمد لله تحقق. شنو المباراة اللي جيتها وأنت خايف منها؟ والله ما أقول لك مباراة واحدة، بالعكس كلهم أنا كنت خايف منهم، كنت أحسب لهم ألف حساب. أكثر واحدة؟ أكثر واحدة صراحة لعبتنا مع العربي. ليش؟ لأن العربي معروف وله سمعته وله جمهوره، وهو جاينا هنا اللي خلاص بيفوز علينا، لأن المنافسة كانت يعني ما هي متضحة مرة واحدة، لكن العربي يعني من زمان إحنا وياه، يعني من بدأ الدوري من المواسم اللي طافت إحنا والعربي ند يعني لا يفوز علينا ولا يفوز، ما نرضى أن يفوز علينا ولا يرضونهم، يعني صارت مباراة فيها كل شيء صار، يعني ما بدون ما تقدر تحسب عليها. من هو مهاجم العربي اللي لعبت معاه مان تو مان رجل لرجل؟ والله أخوي محمد أنا مركزي ما أقدر ألعب معي مان تو مان، لأن مركزي صعب. ضايقت من مهاجمين العربي أو ضايقك؟ والله كلهم ضايقوني. إيه. ما في يعني واحد يعني أفضل من الثاني، إلا أن عندهم يعني لاعب محظوظ صراحة ولاعب زين لو خالد عيناصر صراحة، يعني خاصة على الجهرة، يعني أي مباراة يحرقون، يعني ممكن ما هو مبين بالملعب لكن أي لحظة تشوفها قوى عليك جول ما أدري شلون. فلاح الشمري يقرب شوية لو سمحت، وخل غلفيس يبتعد شوية، وأنت مهاجم ها؟ صحيح. كم جول سجلت؟ والله يا أخوي الموسم هذا كنت أنا مصاب تونا راجع من إصابة، فيمكن ما لعبت إلا آخر ثلاث مباريات. سجلت فيهم؟ لا والله، بس آخر مباراة يعني ما تقول لعبت ويا نواف مباراة كاظمة، حصل شوية إشكال إنه سجل نواف الجول. طبعا ما أقول لك مني، لكن لأن نواف زين يعني من زمان العب وياه من أيام السبعينات، العب وياه مش فاهمين شوية، فحسيت إنه مش عاد يعني زين. كنت تتابع مباريات فريقك؟ أكيد. شنو الجول اللي سجله نواف جديد وتمنيت أنت تسجله؟ أقول لك مو نواف. أقول لك مو نواف. ها. الجول اللي سجله وائل صراحة. وائل سليمان. إيه. وبوتشان الجول هذا بعد مباراة الكويت. إيه والله. مباراة الكويت قاعد طبعا اللاعب اللي يلعب داخل الملعب يمكن تكون اعصابه اشوى، لان مثل ما تقول لو يعني حرته كلها داخل الملعب، لكن اللاعب اللي مصابه وانه يغيب عن الفريق يقعد فوق المدرج يكون حماسه للفريق انه يشوف الملعب كله، فيقول لو فلان لعب ولا فلان الملعب الباص كذا، فنظرته حق الفريق كله طبعا راح ينفذ زياده. فالجول اللي سجله وائل في مرمى نادي الكويت يعني خلانا يعني مرة واحدة وتمنيت اني اسجله، وطبعا كني انا مسجله، اذا مسجله اي لاعب من الفريق كني اي لاعب مسجله. فلاح هجوم الجهراء شو يتميز فيه؟ طبعا كل نادي فيه طبعا عناصر الهجوم وكل عنصر له مميزات، هجوم الجهراء شو يتميزون فيه؟ انا اعتقد ان هجوم الجهراء فيه هجوم يعني اخر دقيقة ولا اخر خمس دقائق يأيس، يقول خلاص حنا مغلوبين ما لنا امل، ايش حق نلعب ولا كذا. انا احس ان فريقنا لاخر دقيقه يلعب وهو يعني مندفع في سبيل انه يسجل هدف او في استطاعته انه يسجل هدف، فدائما تلقاهم يعني متحمسين زياده عن اللزوم انهم يسجلون هدف. في اصرار طبعا. شكرا. تعرف على اسم مره ثانيه لا يكون المشاهد نسى. سهو. شنو مركزك صراحه؟ انا اكثر من مركز، احيانا العب في الوسط، احيانا بالدفاع، احيانا بالهجوم.
فتلقاني من مباراة لمباراة. بس الموسم هذا أكثر شيء لعبت فيه بالوسط وبالهجوم. بالوسط وبالهجوم. إيه نعم. إيش تميزت فيه؟ صراحة ما أقدر أقول لك إيش تميزت فيه. ليش مثلا بعض اللاعبين زين خاصة اللاعبين النص بصورة خاصة يتميزوا بهدوء العصر، أنت تميزت بهذا الصفة ولا كنت تقصر؟ بيني وبينك؟ إيه؟ لا. أنا يمكن من أبرز عيوبي النرفزة والعصبية الزايدة على الحد، يعني فوق الحد. أكثر مباراة عصبت فيها حسن؟ أكثر مباراة عصبت فيها مباراتنا مع الكويت. ليش؟ في بدايتها يعني في نصها في آخرها؟ في آخرها خاصة إحنا كنا مسجلين هدف وكنا نحاول نحافظ عليه بأي يعني بأي سبيل بأي أسلوب يعني، فمع الأسف يعني كنت يعني أثر هذا على دائي يعني من كثر النرفزة، وتعرف الواحد يعني يكون باله ومتشتت بين الكرة وبين الملعب وبين الجمهور وبين النتيجة وبين تعرف يعني حاطين في بالنا أن نأخذ الدوري. يعني شنو ميزة لاعبين نص الهجوم؟ صراحة القوة، السرعة، اللياقة البدنية العالية. ترى والي يعني شوف ميزة اللاعب الوسط اللي هو يعني بيني وبينك انه يكون حلقة وصل بين الدفاع والهجوم، وبالفعل يعني أغلبية الشباب الموجودين فيهم البركة يعني وما قصروا كانوا هذه الوصلة، وهي يعني بيني وبينك يعني لعبوا في أكثر من مركز في، فنلقى ان اللاعبين الوسط تلقاهم يلعبون بالدفاع وتلقاهم بنفس الوقت يلعبون بالهجوم، فنفس العطاء ونفس الحماس. لو تقرب بس عشان الميكروفون ونكرر مرة ثانية. طبعا سعد الشمري. سعد الشمري شنو مركزك؟ مركزي ألعب بهجوم وألعب نص. هجوم أكثر مركز تلعب فيه؟ لعبت فيه هجوم ولا النص؟ النص تقريبا. النص. لعبت مع سهو؟ لعبت مع سهو. يقول إنه عصبي وايد صحيح؟ حيل واجد. يأثر عليك؟ تقريبا. متى حسيت إن نادي الجهراء سيصبح بطل الدوري العام؟ أي مباراة؟ تقريبا من بعد مباراة يرموك عقب ما توقف الدوري حق دوري الخليج. بينوا الشباب بارك الله فيهم ان شاء الله راح ناخذ الدوري، لان توقف الدوري هذا مصالحنا. بعد ما توقف الدوري خسرت طبعا مباريات صح ولا لا؟ خسرنا وتعادلت ما اصابكم اليأس؟ ما اعتقد انه يصيب الياس، لان احنا طبعا جايين بناخذ تقريبا بننافس على الدوري او بناخذ الدوري من بدايته. العربي كان الفريق المنافس لكم او هو الفريق الاقرب لكم؟ اقرب منافس. كنتوا تتابعون مبارياته؟ نتابع مباريات عشان نشوف اشياء سلبيه فيه ونصيدها عليه. نتمنى انه يخسر طبعا. شكرا. يا هلا. اليمين الى عدادي وملعوبه جول جول اليمين كرة ملعوبة ونواف الزيد يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من المباراة. الجهراء يسجل أول أهداف المباراة من كرة ملعوبة من ناحية اليمين. عيد هادي سجل منها هدف بالرأس نواف الزيد سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من المباراة. هدف للجهراء في الدقيقة 6. نواف جديد وهذه الإعادة دخلها عقيل في النص لما سلطان ماجد بيلعبها ناحية اليمين كرة اللعب وتوصل بعرض الملعب فايز بليت. فرصة كانت لفايز بليت أخذها عسكر وبيلمها عسكر يلعبها بينية توصل عبدالله منصور فاضل كل عقيل صحها جهرة وتلعب ناحية وائل كرة مع نواف نواف بشوت وبيصدها حارس المرمى وبيشوت نواف الجيد وبيحط له كرة قوية وتراجع دفاع العربي. في تاريخ الكرة يخرج درع الدوري كرة اللعب توصل كرة ملعوبة وبشوت بيصدها دفاع توصل مرة ثانية وبشوت لكن توصل وبشوت مرة ثانية وتروح الكرة وين برا الملعب أو في ظهر حاجة من الجهرة اللي بدأ وشايف أنا يلعب بكل ثقة
ومعناها ان الجهرة استطاع من زمن شفت المباراة لعبات عزي بشيلها وتوصل مرة ثانية وبردها العربي وبشيلها وتوصل ناحية اليمين وبات العربي ضاغط مرة ثانية وتلعب وصل ناحية اليمين غريبة وكرة بالعرض وبشيلها ويحطها قول للعرض. محمد عارف العنزي لاعب خط الوسط. محمد العنزي أنا سمعت من قبل نسجل الكابتن سالفتها والله فيها سالفة مش هذا يعني إيش ما تقول تكليف يعني مو تشريف. أنا في ناس أخدم مني واقفين على يسارك يعني والمفروض هم الكابتن مطير بالله أنت عرفت يعني. وفي أخدم مني حمد إبراهيم ولكن حمد إبراهيم قطع فترة ومطير هم صار يعني صارت عنده إصابة فطبعا المسؤولية أنا أخذتها وفي حال وجود واحد فيهم هم يصير. محمد العنزي كابتن نادي الجهراء بطل الدوري العام تقلنا نقدنا تحياتنا وتهانينا في تلفزيون الكويت لأبطال الدوري العام. حقيقة مباراة ودك تشوفها دائما من مبارياتكم انت ونادي الجهراء في الدوري هذا؟ اي والله في اكثر مباراة قولها تمام في يعني احنا نهتم دائما في المباراة الاخيرة اللي فعلا يعني صارت فيها منافسة قوية. اخر خمس مباريات عندك مباراة كاظمة اللي ما تسجلت كانت من احسن مباراة الدوري انا باعتقادي واللي فزنا فيها 1-0. في عندك مباراة العربي تعادلنا فيها 1-1 في اخر دقيقة. ليش؟ مباراة كاظمة وجهارة هذه غير مسجلة صحيح. زين؟ نعم. ايام ما كان التلفزيون ينقل طبعا نعم. من مكة المكرمة نعم. لعبة العربي ليش؟ ليش شنو؟ كنو انت تحب تشوفها دائما او من المباريات المهمة بالنسبة لك؟ لا هو دائما الفريق الاول او المتقدم لما يلاحق فريق يكون في المركز الثاني دائما تكون المباراة هذه حساسية فدائما يحب يشوفها لان احنا وينك يعني كنا المفروض نفوز وانت عارف الجول يمكن جول التعادل صار في دقيقة يمكن 43 اذا ما انا غلطان. نعم. فكنا احنا فريق افضل في الشوط الاول بس بحكم الضغط من نادي العربي وحكم ان صار في شويه يعني في الدفاع ربكه وهم طبعا يبون الفوز وكنا ان حتى التعادل بالنسبه لنا زين مكسب نعم مكسب مو عشان بس لما تاثير الترتيب ما يتاثر نفس النقطتين نحتفظ فيها في حاله يكون الفارق بينكم نعم نفس الفارق بينكم اي فيمكن رد دفاعنا شويه وكانت هذا الغلط منا بس ناخذ وائل سليمان على يميننا ما عليك خلي على يمين عشان ارجع انا وائل سليمان الحبشي ابو منيره بكل صدق وامانه ها حدد لي مباراه انت كنت فيها نجم خليك من الفريق انا راح ارجع على الفريق وانتم نجوم على طول طالما انتم ابطال الدوري فانتم نجوم والله مشعل ما في مباراة محددة اعتبر كل مباراة فزنا فيها بالدوري العام كنت نجم انا وزملاء اللاعبين في كل المباريات اللي فزنا فيها لان فعلا الموسم هذا او بالذات نادي الجهرة بالذات من اول مباراة لو تشوف لاخر مباراة ما في لاعب مميز كل فريق كان يلعب كرة جماعية ما في لاعب بارز عن الثاني وهذا يمكن من العوامل اللي ساعدتنا الفوز بالدوري. وعلى سليمان توقفت هذا الموسم لإصابة أو لأخذك إنذارين أو لحلطك؟ توقفت لأخذ إنذارين ضد مباراة العربي الرسم الثاني اللي خسرنا فيها 1-0 ما لعب؟ لا ما كنت على المدرج؟ على المدرج. شنو كان شعورك؟ والله وأنت متفرج مش عارف كان ودي والله أشارك في المباراة خاصة مباراة حساسة مع النادي العربي بس تدري انذارين ما كان في مجال ومنيرة سجلت اهداف وايد اجمل هدف لك اجمل هدف لي ضد نادي الكويت في الرسم الاول شو سجلت والله فاول مباراة 18 فلعبها لي نواف جديد فشتها على طول بالمقصرين وحكم المباراة عباس بيشتي رجع الحيطة المعمولة من لاعب الكويت فاول
شايت وائل، الله جول وائل سليمان في الدقيقة 29، ومن كرة ثالثة فاول ضربة حرة، شايف غير مباشرة يحركها على طول اللاعب نواف إلى وائل سليمان في الدقيقة 29 من زمن الشوط الثاني، وكرة قوية يسددها. هذه عادة مرزوق لان طالع يعني خلي الجمهور يعرفكم انتوا احنا ابطال، فبالتالي لازم كل الجمهور يعني تمشي بالشارع لازم يقولوا هذا ابراهيم مرزوق والنعم بالجمهور ناجم نجم نادي الهلال. الله يسلمك. تلعب دفاع؟ باك شمال. اول شيء مبروك. الله يبارك فيك ابراهيم. كني لاحظت عليك العصبيه صح؟ والله ولا من مباراه المباراه تقريبا؟ شنو المباراه اللي عصبتك؟ طالع المباراة اللي عصرت فيها واجد مباراة العربي صراحة تعادلنا فيها الأخيرة. يعني صراحة حرام، ماكو في عالم الكرة اسمه حرام. والله صراحة مباراة هذه فيها حرام، يعني احنا اللي ضيعناها صراحة. كمدافع انت تتكلم الآن كمدافع؟ اي كمدافع. لا ردينا واجد، المدرب قاعد يقول لنا دشوا عليهم، هذا ردينا شوي. شنو المباراة اللي ما عصبت فيها ياي وانت مرتاح البال؟ والله صراحة الدوري هذا كل مباريات ماكو أبرد من قلب الفريقات كل مباريات يعني. تفاعل إبراهيم؟ والله صراحة تفاعل. شو تفاعل فيه؟ والله راح تستغرب يعني شو أقولك فيه، شو متفاعل فيه؟ مباراة كاظمة المدرب لعبني باك يمين، أنا أجي اليمين شوي يعني ونفس إيه، فالمباراة الوحيدة اللي داش المباراة وأنا قاعد أقول للربع إنه راح نفوز بالمباراة لعبت باك يمين صراحة، يعني الله وفقني فيها المباراة. أهم بعد ما صورها التلفزيون هذه المباراة اللي كنت يعني متفائل بشكل ما تصور، وفزنا. مباراة لعبة والله مباراة هذه صراحة مباراة لعبة، لأن مركز مو مركزي وغيرها والله أبو منيرة سبقني، يعني كل المباريات اللي فزنا فيها صراحة كل المباريات اللي لعبناها نجوم صراحة. شكرا يا إبراهيم. شكرا. طيب طير شرقار حارس أمين الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ومبروك. الله يبارك فيك. وش السالفة السنة ما لعبت؟ والله أنا لعبت مشعل تقريبا 12 مرة 13 مرة، بس لعبتنا الوصف الثاني مع اليرموك حشتنا إصابة. وين إصابة؟ إصابته والله بالركبة اليمين اللي هو غضروا التمزق ورباط صليبي خاطر رباط صليبي، وعملت عملية الغضروف. نعم سواها لي دكتور محمد سالم ولا الحمد، ورحت لندن طبعا عشان رباط صليبي، والحمد لله انا الحين قاعد اتمرن مع الفريق وما فيني شيء، يعني من 10 ايام شيء 12 يوم صار اتمرن بس لياقه انت عارف. يعني الاصابه شلون صارت بالضبط؟ اصابه والله مباراه مع اليرموك الرسم الثاني والكره مرفوعه، سويت جنب على الكره وكان داش علي اللاعب حميد مال الله، يعني مو قصده يشاركني بس داش دشيته بالغلط يعني، فانا مثلا كول خفت عوره رديت فلفت وطقت. طير شرقاط حارس مرمى الجهراء شو يتميز فيه؟ والله شو يتميز فيه مو مشعل، هذا كل حارس مرمى له مميزات اكيد والله. زين في البدائيه، في من هو يطلع جنب اكثر، في اللي ما يخاف من احد، في يصد كرات ارضيه اكثر او ارضيه، شو تميز فيه؟ والله ابو مشعل خوف ماكو خوف، ايه انسى الخوف يعني تدوس على حديد حديد انا، بس طبعا ما اقدر اقول لك انا شو تميز فيه يعني وكذا. انا صراحه ارتاح الكرات العاليه يعني عشان طويل انا وكذي ارتاح لها، لكن طبعا الحكم كله للجمهور يعني لكم انتم يا النقاد. احسن مباراه لعب والله صديت فيها ها يعني الموسم هذا؟ ايه والله الموسم هذا مش عارف اقول لك، يعني لعب 13 مباراه 13 مباراه يعني الحمد لله انا 13 مباراه دش على جولين الموسم هذا، ف ومش عارف اقول لك مباريات وايد صراحه، بس المباراه اللي يعني تمنيت انه يكون تلفزيون مصورها اللي هي مع كاظمة القسم الاول. نعم على ملعبنا فزنا فيها 1-0، يعني كانت مباراه وايد شبيهه لي. بعد الاصابه قعدت على الخط دائما مع الاحتياط. اي والله واشوفك دائما عندما احضر مباريات تحس نط وطامر وتعصب وتصيح يا حارس مرمى. زين شنو شعورك وانت قاعد على الخط؟ والله شنو المباراه اللي شالتك من الكرسي وخلتك يمكن توصل للخط؟ والله شوف طبعا انا كوني يعني
لاعب كبير بالفريق يعني سني كبير بالفريق يعني وتقدر تقول كابتن فريق. ف يعني اشوف فريقي يعني ما اقدر اصبر عن فريقي انت عارف يعني. بس المباراه اللي صراحه ضيقت خلقي ومباراه القادسيه القسم الثالث يعني اول 10 دقائق تقدموا علينا القادسيه بجول صراحه يعني ما قدرت اتحكم نفسي لان ما توقعت ان الجول يدش علينا صراحه يعني انا ما توقعت ان الجول يدش علينا ففقدت اعصابي صراحه ونرفزت وصعدت فوق الدرج قاعد فوق يعني انا شفت حاضر المباراه. تعتقد مطير لو كنت انت حارس مرمى الجول يدش عليك؟ والله شوف انا عفوا مو تقليل من قيمه الحارس البديل. والله شوف مناور يعني صراحه مشهود له بالكفاءه ومستواه يعني مو انا يعني ما يختلف عليه اثنين مستوى جيد جيد ما يختلف عليه صح. بس طبعا يعني يمكن ما توفق بالكره تقديره مثلا توفيق يعني انت لو تلاحظ ان اللاعب اللي سوى جنب معاه محمد جاسم قصير يعني بس ما ادري والله شلون دشيت يعني في الدقيقه الاولى وائل سليمان من ضربه واد فاول ثابت الكره ملعوبه في المرمى لكن طلعها حارس المرمى لكن حكم مرات يقول ضربه مرمى ما لمسها حكم مرات يغرف امام اللعبه ايضا وهذه عاده شوف شلون كرتين لعبهم لعبها وتوصل الى منديل سعد وايضا وائل سليمان يلعب له كره حلوه الى نواف جديد يلعبها لوائل وتلعب الكره خطره لكن يحصل عليها طلال الشمري كره ملعوبه خطره نواف جديد لعب له كره عرضيه حلوه على راس وائل ايضا اشترك فيها اكثر من لاعب لكن توصل الكره هذه عاده شوف نواف جابر لعب له كره عرضيه نواف توصل ايضا و نواف جديد لعب له كره عرضيه وحلوه وخطره وسجل جول خطره وسجل جول فعلا قدر عبد الرحمن حمد لكن لعب له كره نواف جديد هدف التعادل خالد جر الله مبروك على الدوري العام ولكن انا اشوفك بالملعب عصبي وتكون ملاصق لاي وينج او مهاجم الفريق المنافس صح ولا لا؟ والله انا العب على خطه المدرب اللي يطلب من المدرب يعني مرات يعني يلعب عندي اي مهاجم يقول لي العب ويا مانتمان وانا العب ويا مانتمان طبق طريقه المدرب او حكي المدرب يغلب عليك هذا الطابع؟ حتى بدون توجيه المدرب؟ لا يعني اذا عندي اي مهاجم يعني لازم اركز عليه بقوه يعني. من المهاجم اللي اداك؟ والله مهاجم اللي اذاني الصراحه بدر العنبري. واللي اذيته؟ اذيته لاعب نواف جابر لاعب خط الوسط من بعد الجهره. نواف جابر شو تميز فيه؟ والله تميز بهدوء داخل الملعب يعني الربط بين خط الدفاع وخط الهجوم. الكرة اللي أكثر شيء تلعبها كرة عرضية ولا كرة العالية؟ والله حسب طريقة يعني حسب اللعب مع الفريق الثاني وأحيانا بس أغلبية الكرة الأرضية. من لاعبين النص اللي في الأندية الثانية اللي ينافسوكم في طريقة اللعب؟ والله أفتكر نادي كاظم يعني نادي كاظم يلعب نفس الطريقة كرة أرضية وكرة سهلة. انت تتميز فيه؟ والله التميز سهولة داخل الملعب باص سهل تقريبا يعني هدوء الاعصاب اكيد ما حد يعصبك؟ لا والله لا لاعب احمد الكريم لاعب خط الهجوم نادي الجهراء احمد عبد الكريم مهاجم نادي الجهراء كم جول سجلت؟ ما شاء الله هذا الفريق الاول اربع فريق انت تلعب بالفريق الاول 19 و19 يعني راح نبارك لك مرتين في بطولة تحت 19 بطولة في الدوري. ما بارك فيك. زين كم جول سجلت في 19 تقريبا 15 هدف 14 هدف. انت هدافهم؟ هداف 19. والفريق الاول؟ اربع اهداف. تذكر منهم شيء في الفريق الاول على اعتبار انها مسجله نقدر نشاهدها في التلفزيون؟ مرت اليوم هذا احلى هدف ولا لك اهداف حلوه؟ لا الموسم هذا هدف مع نادي الكويت يعني مع القسم الثاني مو مسجل اكيد مو مسجل ايش تميز فيه؟ تشوت
ولا الهيد؟ والله الهيد تاري الهيد أكثر شيء. من هو اللاعب اللي يخدمك في الكرات العرضية عشان تقدر تسجل منها؟ والله في نور كثير منديل سعد سوسة ودرهم مجال الجمهور في هدف أحمد سجل من مو أنت اللي سجلته وتمنيت أنك أنت اللي تسجلك بالرأس بالرأس عند أمام الدوري ولا يعني من الدوري من الدوري العام تذكر كان هدف محمد عبد الرحمن الأخير ما كان لأنني ما أذاكر هذا أقرب شيء يعني لذاكر شكرا يعني ذاكر. راشد دايخ لعبت المباراة الأخيرة ما لعبت الموسم كل هذا الموسم شو السبب يعني إصابة لا المدر كنت تتابع الفريق دائما احتياط مع الفريق اي نعم على طول أثر في نفسك انك احتياط ولا لا والله مؤثر لان الشباب هم قتلي مسوين الواجب قتلي راشد شنو المباراة اللي حسيت ان النادي الجهراء سيكون بطل الدوري مباراة العربي أيه؟ اللي تعادلنا فيها 1-1 نعم. وفوزنا على كاظم تحت القسم الثالث هذا نعم. اللي اكدت فوزنا بطولة الدوري جلت اللعب الكرة وسلمان محمد طلعها ايضا نواف وسلمان محمد يلعبها بدر البطي براسه وتطلع الكرة وتوصل وطلعها من اول رزاع وتطلع الكرة تطلع الكرة خطرة سلامة هادي وكانت كرة عكسية على نادي حلوة ملعوبة كرة كانت ملعوبة الى ناحية اليمين منديل سعد تلعب الكرة نواف جديد يسجل نواف جديد الهدف الاول للجهرة من كرة مرسومة من محمد علي ناحية اللاعب ويسجل فيها نواف وهذه عادة شوف النقلة وشوف الرفعة وشوف أحلى من نواف جديد الهدف السادس لنواف جديد في هذا الموسم الهدف السادس سجل 5 نواف جديد سجل 5 وهذا الهدف السادس في هذا الموسم وهذه عادة مرة ثانية هذه عادة من نواف جديد وقدر يسجل نواف جديد الهدف الأول لنادي الجهرة والجهرة 1 و الكويت لا شيء فرح دبشه صالح حارس مرمى تحت 16 والفريق الاول فلاح حارس مرمى الفريق الاول وتحت 19 سنه كم مباراه لعبت بالفريق الاول تقريبا ما لعبت الا يمكن اخر ربع ساعه مباراه اليرموك تعور مطير فدشيت ودانا بس كنتوا فايزين في هذه المباراه اي نعم كنا 1-0 رجع قلبك والله قال لك اليوم باح مطير وقال لك المدرب في البداية صراحة شعرت في الخوف شوي بعدين مع كم هجمة شيء راحت خلاص راحت نعم تحت 19 أنتوا أبطال نكرر طبعا التهنئة لكم ونقول لك أنت إيش تميزت فيه كحارس مرمى طول القامة بدائي شو شو والله الكرات طويلة صراحة كان لها نصيب الأكبر وتوجيه زملائي اللعيبة وبالنسبة للكرات الهجمات المرتدة والمرتدة وبس هذا اللي أقدر أكو كرة دشت على حارس مرمى الجهراء زين سواء ناور أو مطير وشف تعتقد لو أنت بمكانك صديتها أو حسبت أنك أنت لازم تكون فيها وعندك إمكانية أنك تصد هذه يمكن أصد الكرة هذه بس غيرها ما أصدها أي. يعني حسب كل جولش حسب اللي يقدر فالكرة اللي أتوقع أني أقدر أصدها اللي ضد مباراة العرب كنت أقدر أصدها وفي كرة ثانية ضدها مباراة العربي قدر يصدها مناور أنا ما أقدر أصدها يعني اللي أقدر أصدها واللي أقدر رفيد مناور يصدها وناور صراحة ما قصر لأن ضغطه في الشوط الثاني وغطوا عليه كرات عالية وكرات أرضية فضغطه هذا ولد جول عنده فأعتبر يتحمل جول أما لو كنت أنا مكان أعتقد أني أصدها لأن أنا كرات الأرضية ميزة إيه نعم في بعض المرات إذا قلت لي أنك أنت أيضا من صفاتك أنك توجه زملاء صارخ إيه نعم تعصب مرات ها؟ مرات عصب
شنو الشيء اللي يعصبك اكثر شيء؟ ربعك ولا الفرق الثانيه؟ لا ربعي. ايه اذا واحد مكانه ما مسك مكانه عدل ولا شيء من وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعب مهيزة هزاع الخالدي، لاعب درجة أولى 19 سنة، دفاع ووسط. دفاع ووسط أكثر شيء مهيزة إيش تلعب؟ دفاع ولا الوسط؟ دفاع طبعا. قلب دفاع؟ لا باك أيسر. باك أيسر. من هو من المهاجمين اللي شخصك يمر عليك ولا يضايقك؟ والله اخطر المهاجمين على بدر البطي. بدر البطي. شنو هي المباراه اللي قدرت وكنت متمكن ذاك اليوم كنت كان مستواك طيب وقدرت تقطع جميع الكرات اللي كانت تجي من ناحيتك؟ مباراه العربي اللي تعادلت 1-1 منديل سعد الهدب، لاعب وسط وهجوم. فريق اول. فريق الاول. بالربع التاسع. لا ممتاز. كم عمرك يعني؟ 22. 22 سنة. مستواك الفني فيها في دوري حمل طبعا راضي عنه؟ الحمد لله راضي عنه، اكيد راضي عنه. طبعا يعني كل مباراة لها ظروفها. نعم. بس يعني بشكل عام راضي عن المستوى. المباراة اللي انت كنت قمة فيها وتعتقد انك كان لك دور في فوز الفريق، اي مباراة؟ اعتقد مباراة اللي رموك فزنا فيها 2-0 اللي حط سجلت جول وصنعت الجول الثاني. شو تميز فيه؟ هدوء. الحمد لله. هدوء. كراتك الارضية؟ لا يعني متساوية. متساوية. ارضية او ارضية بعد نفس الشيء. ابراهيم علي هجمة عيد هجمة نواف جديد خطرة امام المرمى وراح يحطها جول 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 جارة جول حلو هدف هاي عادة في البطيء شايف هذا نواف جديد محمد سلمان مشرف فريق الجهراء ألف مبروك ونكرر التهنئة لكم بحصولكم على دوري العام ولكن ما هي الكلمة اللي تقولها لفريق الجهراء وما هي أيضا الكلمة اللي تقولها لجماهير الكرة الرياضية في الكويت؟ أهلا وسهلا أخوي محمد فيكم بنادي الجهرة. طبعا أحب أن أهنئ رئيس نادي الجهرة وأعضاء مجلس إدارة نادي الجهرة وجميع لاعبين الفريق الأول في كرة القدم. طبعا هذا الإنجاز حققناه بعد تعب وكفاح طول الموسم والحمد لله الله وفقنا وأخذنا دوري الكرة وإن شاء الله عقبال الكأس. بالنسبة للجماهير أشكرهم وأهنيهم بهذا الدوري وفوز أبناء نادي الجهرة بهذا الدوري، هو فعلا دوري لأبناء الجهرة. الجماهير الرياضية تقول لها تكمشت شو حصل فريق الجهرة على؟ والله شوف أخوي محمد، يعني بالنسبة للجماهير الكويتية الكل طبعا في البداية اعتقد أن نادي الجهرة أخذ الدوري عن طريق الصدفة أو الحظ، ولكن أحب أني أقول كلمة لهؤلاء الجماهير أن نادي الجهرة ما حقق هذه البطولة بطريقة الصدفة ولكن بعد تعب، ومثل ما تعرفون الكرة كثر ما أعطيها تعطيني فعلا، والحمد لله يعني نادي الجهرة لما حقق هذه البطولة حققها بعد تعب وجهد ومواظبة على التمرين من قبل اللاعبين وتعاون مجلس الإدارة ومن اللاعبين ومن الجهاز الفني، والحمد لله يعني الله وفقنا وحققنا هذه البطولة. أنا طبعا كعضو مجلس إدارة بالنادي واحد ابناء هذه المنطقه فخور جدا بهذا الانجاز الذي تحقق بجهود اخواني اللاعبين الذين باعتقادي الشخصي ان ستظل اسماءهم خالده على مستوى النادي ومستوى جماهير النادي، كونه طبعا انجاز كبير لهذه المنطقه العريقه. والحقيقة أنا ونحن كمتابعين للفريق كان لدينا القناعة بأن هذا الفريق سيحقق يوما ما إنجازا مشرفا لهذا النادي. حقيقة كان الفوز نتيجة عوامل عديدة، أهم هذه العوامل كانت جهود اللاعبين. اللاعبين كانوا حقيقة ملتزمين في توجيهات المدرب، ملتزمين في ولائهم للنادي،
كان الولع واضح من خلال التزامهم في تدريباتهم ومواظبة على الحضور، أيضا التزامهم في توجيهات الإدارة. وأنا أعتقد أن الفضل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، اللي أقدر أقول عليه أنه إنجاز عظيم بالنسبة لنادي الجهرة وبالنسبة لمحافظة الجهرة، كان يعني السبب الأساسي فيه جهود اللاعبين. أيضا هناك عامل ثاني وهو جهازنا الفني. جهازنا الفني جهاز فني متمكن حقيقة، وسخر إمكانيات لاعبينا بحيث أننا نلعب وفقا لهالإمكانيات وفقا لإمكانيات لاعبينا ونحصل على بطولة الدوري العام. أيضا مجلس الإدارة ما كان بعيد عن الفريق، وكان دائما وصب جهده على الفريق بحيث أنه وفر لهم سبل النجاح، وأيضا وفر لهم سخر لهم جميع الإمكانيات اللي أدت إلى حصولهم على بطولة الدوري العام. كما أود أني أشيد في الحقيقة إلى أن بالنسبة للتخطيط المسبق، حقيقة إحنا من زمان كنا يعني كنادي الجهرة مهتمين في القاعدة، بدليل أن فريق 19 بطل الكأس الاتحاد، وأيضا فريق 16 بطل كأس الاتحاد حصل تقريبا على بطولة الاتحاد في الموسم 89-90، أيضا كان فريق 19 أعتقد فريق ثالث فارق نقطة في بطولة الدوري العام، كذلك كان بطل الدوري العام للكويت سنة موسم 88-89. هذا دليل أن قاعدة عندنا كفريق كنادي الجهرة قاعدة قوية، وأعتقد أن من خلال وجود هذه القاعدة اللي تقدر الفريق الأول أن راح نكون منافسين تقليديين لبطولة الدوري العام. إلى نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال خالد، وأيضا مبروك وألف مبروك لنادي الجهرة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجهرة وجمهور نادي الجهرة وأعضاء الجمعية العمومية وأيضا منطقة الجهرة في هذا الحصول أيضا لتحت 19 سنة على بطولة تحت 19. مبروك وألف مبروك، ونقول مبروك وهاردك في نفس الوقت النادي العربي، لأن أيضا النادي العربي حصل على المركز الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة فوز نادي الجهرة ببطولة الدرع العام أو ببطولة الدوري العام لفرق الدرجة الأولى، يسرني أن أزف أجمل التهاني والتبريكات لجماهير الجهراء ولمحافظة الجهراء عامة ولجميع من شاركنا في هذه الفرحة، والفرحة عمت جميع المحافظة صراحة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه أبناء الجهراء. الإنجاز لم يأتي من فراغ، كان هناك تخطيط على مستوى الإدارة، تخطيط على مستوى الجهاز الفني، أيضا هناك تصميم وإرادة من إخواننا اللاعبين. الإدارة لم تقصر في أن تحقق شيئا لهذا النادي العريق. النادي أنشئ في سنة 67، من 67 والنادي يكافح حتى يصعد أو حتى يحقق شيء أو إنجاز في فريق كرة القدم. في خلال آخر ثلاث مواسم أو موسمين سابقين أو إدارتين سابقتين خططت في هذا الشيء بعد صعود الفريق للدرجة الأولى. كان الهدف الأسمى هو أن نبقى في ضمن فرق الدرجة الأولى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والتخطيط السليم الذي اختطته مجلس الإدارة آخر مجلس إدارة سابقتين في أن يحافظ على أن يبقى في الدرجة الأولى، ولكن بتصميم الشباب أخوان اللاعبين حققوا، وبالجهاز الفني أيضا وبالمدرب الكفء صراحة استطاع الفريق أن يحقق هذا الإنجاز العظيم لأبناء الجهراء. أبناء الجهراء معروفين وصمودهم معروف من التاريخ ومنطقة عريقة. فالصراحة في الجهراء إحنا هنا نعاني في منشآت النادي، ولكن نرجو غاية الرجاء من المسؤولين أن يلتفتوا لنا في وضع استاد للنادي أو عمل منشآت تليق في هذا النادي العريق، ونظرة أيضا حتى للأندية الصغيرة. الأندية الكبيرة لم تقتصر على القادسية والأندية الثانية العربي والكويت، كل هذه فرق أو أندية صراحة عندها منشآت، لكن الأندية الصغيرة على نقص مستوياتها وعلى نقص منشآتها استطاعت أن تحقق شيء وتسطر شيء للتاريخ. فنرجو غاية الرجاء من إخواننا المسؤولين أن ينظروا لنا بنظرة عناية واهتمام حتى نحقق شيئا للكرة الكويتية. طبعا إنجاز نادي الجهراء ينعكس على إنجاز الكرة الكويتية عامة. نادي الجهراء طبعا لما يصل إلى مستوى هذا المستوى صراحة حتى الأندية الكبيرة تضاعف الجهد حتى تصل إلى هذا المستوى أو تحقق شيئا على مستوى الكرة الكويتية. وأخيرا أشكر جميع من ساهم وتبرع لنادي الجهراء
وفي آخر كلمتي أشكر إخواني الذين تكلفوا عنها الطريق، الإخوان المسلمين على التلفزيون، جزاهم الله خير الجزاء وشكرا. بمناسبة فوز الفريق الجهرة الأول لكرة القدم بالدوري العام، وأيضا الفرق السنية فريق 19 سنة المركز الثالث بالدوري وكاس الاتحاد، وأيضا فريق تحت 16 سنة كاس الاتحاد المركز الأول، فنهنئ جماهير الجهراء عامة ونهنئ أنفسنا كفنيين وجهاز إداري أيضا مسؤول عن الفرق أو عن كرة القدم في النادي. أيضا نهنئ جماهير الجهراء التي وقفت خلف الفريق وبذلت جهود كبيرة وجبارة لحث اللاعبين على الأداء والمستوى العالي اللي ظهروا فيه، وأيضا نشكر الحقيقة الأخوان اللي شاركوا في التخطيط لبناء هذا الفريق، وأخص بالذكر الأخوة أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الأخ رئيس النادي، لأنه الحقيقة كان في تخطيط مسبق من 4 سنوات تقريبا بإعداد فريق صف ثاني اللي هو ناشئين يكون على مستوى الفريق الأول أو قد يكون في نفس إن لم يكن أفضل، والحقيقة وفروا كل اللي حنا نطلبه منهم كجهاز فني وإداري، والحقيقة الجهود لم تذهب هباء، الفريق حقق المركز الثالث في بداية سنة 86-87 87-88 فريق تحت 18 المركز الثالث، أيضا الفريق حصل على بطولة الدوري الموسم الماضي وست لاعبين يمثلون الفريق الأول هذا الموسم، والحمد لله النتائج يعني سبقت الفريق وأخذ الفريق الأول بطولة الدوري، وهذا طبعا نتيجة التخطيط والاهتمام من مجلس الإدارة وأيضا من الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بهؤلاء اللاعبين الصغار واللاعبين الممتازين الموجودين بالفريق الدرجة الأولى أيضا، وكان في هناك نجوم عدة نجوم هم الحقيقة اللي كان لهم الإنجاز الطيب، أخص ولا أذكر أسماء إنما جميع اللاعبين كانوا خلف هذا الإنجاز. كريم سلمان مساعد مدرب نادي الجهراء، ونحن نختم هذا اللقاء وزيارتنا لكم في نادي الجهراء، وبعد حصولكم على الدوري العام وأنتم مقبلون على مباريات كأس حضرة صاحب السمو الأمير، ما هي الكلمة اللي تقولها للاعبين الجهراء ولجماهير الجهراء، وما هي الكلمة أيضا اللي تقولها أيضا للأندية الثانية؟ أول شيء أرحب فيكم أخوي أبو مشعل في منطقة الجهراء الواحة الخضراء. بالنسبة للكلمة اللي أحب أوجهها لإخواني اللاعبين، أول شيء تهنئة صادقة لهم وبارك لهم حصولهم على الدوري، فالدوري طبعا ما جاء بطريق الصدفة إنما جاء نتيجة جهد وعطاء من قبل اللاعبين، كذلك لا ننسى جهد مجلس الإدارة وجماهير النادي اللي وقفت مع الفريق من بداية الدوري إلى آخر مباراة مع الفريق. في الحقيقة طبعا أقول لإخواني اللاعبين إن حصولنا على الدوري طبعا من نهاية المطاف، نرجو أن أو أرجو منهم أنهم يواظبون على التمارين بنفس الروح اللي بدأوا فيها وحصلوا عليها حصلوا على بطولة الدوري. أيضا الكاس طبعا لنا نظرة ثانية في الكاس، ونحاول نضع الكاس بجنب الدرع، وهذا الشيء إن شاء الله مو صعب على أبناء الجهرة. طبعا مثل ما انتزعنا بطولة الدوري وانتزعنا الدرع من أندية المقدمة مثل العربي والقادسية وكاظم والكويت، باستطاعتنا أن ننتزع الكاس منهم أيضا مثل ما انتزع يمكن في السابق نادي الفحيل واليرموك. فأقولها بصراحة أبناء الجهرة أبناء قادرين على التحدي، وفعلا مثل ما حصل التحدي في الدوري أيضا قادرين على أنهم يتحدون في كأس الأمير. بالنسبة لأهالي الجهرة أبارك لهم طبعا حصولهم على الدوري على بطولة الدوري، وأوعدهم إن شاء الله خير في كأس الأمير،
وإن شاء الله نجيب لهم الكاس مثل ما جبنا لهم الدوري. 28 دقيقة من زمن الشوط الثاني والتعادل بدون أهداف. وائل رقم 13 هو اللي راح يشوت الظاهر. وائل ومعه أيضا نواف جابر 6 وفاول صالح الجهرة. هي 28 الشوط الثاني وحكم المباراة عباس بشتي رجع الحيطة المعمولة من لاعب الكويت. فاول وشايت وائل. الله جول وائل سليمان في الدقيقة 29 ومن كرة ثابتة. فاول ضربة حرة طيب غير مباشرة يحركها على طول اللاعب نواف إلى وائل سليمان في الدقيقة 29 من زمن الشوط الثاني وكرة قوية يسددها. هذه عادة لهدف وائل. حميد مال الله إلى أيوب لوشي صادق يرموك إبراهيم علي أجمع عيد أجمع نواف جديد خطرة أمام المرمى وراح يحطها. جول 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 جهراء. جول حلو. هدف أي عادة في البطيء. شايف هذا نواف جديد الجهرة نواف جديد لعب له كرة عرضية وحلوة وخطرة. سجل جول.